الكل يراهن، انتم الشعب يراهن عليكم انه سيكتمل النصر. انتم الان منتصرون، لكن الشعب كله يراهن عليكم انتم ستذهبون بالنصر الى شواطئه الاخيره. والذين ينتظرون منكم ايضا يراهنون بانتم راح تتعبون، انه جاي الشتاء ممكن الدنيا تصير بارده، البعض يعتقد انه الاعداد قلت. اريد تردون على رساله من هذا النوع. احنا خطينا خطك ودعم، لا ننسى الاخوان خلف المتظاهرين، لولا الدعم لم نصمد لحد الان. لو ما الدعم لحد الان احنا ما نصمد ولا نوقف، بس اخوتنا هم جزاهم الله الف خير، اكو من يدعم بالمال، من يدعم بالاكل، من يدعم بالمواد الغذائيه، ناس جزاهم الله الف خير، واحنا صامدين ثابتين منا لاخير مطلب. احنا عندنا الناس هسه موجوده عندنا، الامم المتحده ويانا، اتحاد الاوروبي ويانا، الدول العالم، يعني اكو ناس ويانا واكو ناس ويا الدوله، الويا الدوله معروف كل العالم يعرفه، احنا عندنا الاتحاد الاوروبي والامم المتحده ويانا والمرجعيه ويانا ومقتدى الصدر ويانا. هذا ابسط دليل انه بان اكو حجه شعبيه لهذه المتظاهره. احنا ثوره، جبل احد خط احمر على كل الاحزاب، موجوده احزاب عندنا تحاول بكل طريقه توصلنا الى مرحله الصدام وياها احنا كمتظاهرين. وهواي هواي اكو هيك شغلات عندنا صدرتين انا، ويبثون دعايات ويقولون بان جبل احد ناس تعبانين، ناس احنا نثبت لهم جداره، واللي يريد يجينا هلبي. يجيكم منين؟ من الاحزاب، الاحزاب السياسيه الباعتنا لايران وغير ايران اعلان رسمي. احنا ليش نخاف من اي واحد؟ احنا رقابنا الله خلاها هو اللي ياخذها، ما نخاف من اي واحد. هم هسه مراهنين علينا بالانسحاب، بريد ما ادري شنو. احنا اهل الجبهات ترى، المعلومه احنا قاتلنا بداعش، واحنا نفسيتنا هنا. خلي يكونوا ببالهم لا سرايا لا كتائب ولا اي حزب بهاي البنايه، البنايه بيها فقط الثوار، البنايه للشعب، وما حد يحكم هاي البنايه غير الشعب. وهاي رساله للجميع.